السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على عملاق البريمير ليغ، وين يضع ايت نوري ضمن اولوياته. يعني الناس اللي تقدر يقول لك ريال مدريد، شوف موقع، يعني تسيب مواقع، يقول لك ريال مدريد، موقع يقول لك مانشستر سيتي، موقع يقول لك ليفربول. هي قلعت بليفربول، قلعت بالتوصية من مالجري. أنا نقول لكم أي تنوري لعب كبير، لعب ليفربول بكل سهولة، مانشستر، تشيلسي، ريال، بارسا، باريس سان جيرمان، ريال مدريد، بايرن ميونخ. يلعب نورمال، عادي 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 عادي، يلعب عادي، ما عندوش اشكال. لكن ما واقع تاع الكذب بزاف. احنا واش عندنا؟ يعني وين يقول لك ريال مدريد، كي تدخل تشوف ريال مدريد تصيبو يلعب استاذك كيسموه يا ربي، كاين لعابه، كاين تاع ريال، كاين لعابه تاع واحد اللعاب تاع بايرن ميونخ ولعاب تاع بوروسيا دورتموند، هما اللي دايرينهم يعني باش يجيبوهم يعني في المركز، في المركز المدافع على الجهه اليسرى تشوفهم. بصح حنا كاين مواقع يكذبوا يقول لك في ريال مدريد. بصح انت كي تدخل تشوف يعني في السيت الرسمي تاع ريال مدريد ما كاش ايت نوري، ومانيش ضد ايت نوري. انا ايت نوري ماذا بيا يلعب في ريال مدريد، النادي اللي نبغيه، ماذا بيا يلعب في ريال مدريد، النادي اللي نبغيه، ماذا بيا. تسمع كي نزيد الناصر ريال مدريد، يعني كاين نكهه وحده اخرى كي يكون عندك لعاب جزائري يلعب فيها. هذه هي اخويا، وتحس باللي كي يروح لعاب لريال مدريد تحس باللي غادي يدي تشامبيونز ليغ، يدي شامبيون، يدي القاب، يكون عنده القاب. كما يقول لك الا ما تعشاش ما يباش بردان. هذه هي. وين اكدت تقارير صحيفه بريطانيه امس ان الدولي الجزائري رايان ايت نوري يتواجد محل اهتمام نادي مانشستر يونايتد الانجليزي، اللي نتمنى له ما يروحلهش. خاطر كاين بزاف ما يعرفش التاريخ. كاين شوف، كاين مانشستر يونايتد، كاين ارسنال، كاين تشيلسي، كاين توتنهام، هذو انديه يعني اي لاعب عربي يلعب فيها ما كاش نجاح، ما يديبلوبيش اللاعب، ما يخلوش يديبلوبي. نقول لكم تبعوا مليح، تبعوا مليح. ليفربول تنجح فيها، نقول لكم علاه تنجح ليفربول. ليفربول خاطر على ضد واحد السياسه لي قديمه، سياسه قديمه ليفربول، ضد سياسه قديمه وين دقدقوها في وقت ما كان عندهم اقتصاد عندهم، دقدقوها قاعدين وما يشدوا ذاك الحقد، يشدوه على ذيك، ما عندهمش اهميه باش يخسر لك لعاب ولا يخسر لك روحهم، مش كيما توتنهام ولا هذه هي. وين مانشستر يونايتد تحسبا للتعاقد معه خلال الموسم المقبل، في خطوه يعني صراع بين العمالقة البريمير ليغ على خدمات الظهير الأيسر للخوض في الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط ترحيب من إدارة فولهامبتون بالتخلي عن اللاعب في حال تلقي عرض جيد ومغري. وكشف موقع تيم يعني البريطاني أمس نقل عن الصحفي الموثوق في أخبار انتقالات فابريزيو رومانو أن إدارة مانشستر يونايتد برئاسة سيري جيم تتطلع إلى التعاقد مع رايان ايت نوري بعد المستويات الكبيرة والتي ظهر بها مع ناديه بولهامبتون الإنجليزي خلال الموسم الجاري، مضيفة بأن مسؤولين الشياطين الحمر يخططون للتعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف، وقد جعلوا ايت نوري هدفه الأول لهذا المنصب. وأبرزت ذلك يعني ذات مصادر بأن يعني رايكيل يعني يشعر أن المدافع الخض هو اللاعب الذي يمكنه ارتقاء بلعبه إلى المستوى التالي في يعني واتفورد في الملعب. على ذيك شوف كي تكلمها فابريزو رومانو هنا تعرفها باللي صح. علاه قلت أنا فابريزو رومانو؟ خاطش علاه هذا فابريزو رومانو يعني كي يتكلم لك على حاجه ويقول لك كاين مستجدات، ما قالش كاين ريال مدريد، ما قالش كاين ليفربول، ما هدرش.
نتبعها خاطش على كاين الناس ما تتبعش، كاين الناس تتبع الغنيه اللي يبغيها الشعب. عرفتي رانا نشوف فيهم يكذبوا لك من يكذب لك من يكذب لك من يكذب لك من، بصح هي كي تشوف فابريزو هذا رومانو يعني معروف، تعرف باللي حقا نهار اللي كنا نقول لكم الضربات تاع تشينيكيتو منا ومحرز رايح للبارسا منا، وتخليو دي هذا فابريزو قال باللي مكاش، خرجوا الناس ولا خاطش ما تعرفوش ما كنتوش تعرفوه، غير هنا هنا عرفوه، كان اللي غير هنا هنا ولاو يسمعوا به، حتى وين خرج هذاك بولحية هذاك المخنث وين قال لهم تخلوني انا تروحوا انتم رومانو هذا روحوا عند رومانو راني نقول لكم بلي رايح البارسا، رومانو قال مكاش منها ايا وهذاك بولحية قال لهم كاين، ومن بعد خرج قال لهم راني عاقل مي ما راحش، قال لهم كاين جزائري اللي فرحوا محرز ما راحش البارسا سي بالخط ما يقولش سمحوا لي ولا الله غالب، لا خرج ديري وين وين ادرك بان مانشستر يونايتد برئاسه سير جيم يعني تتطلع الى التعاقد مع رايان ايت النوري، وبان وين المدرب يشعر انه مدافع الخض هو اللاعب الذي يمكنه الارتقاء بلعبه على مستوى التالي في الخطه تاعو ومساعده مانشستر يونايتد في الوصول الى هدفهم في المنافسه على الالقاب مره اخرى، مشير في الوقت ذاته أن المالك النادي الإنجليزي يحرص على تجنب التعاقد مع لاعبين ذو قيمة إعادة بيع قليل على غرار ما حدث مع كاسيميرو، والعكس أي تنوري الذي سيحتفظ بقيمته نظر لعمره وإمكانياته، وحسب الموقع البريطاني فإنه من غير مستبعد أن تقدم إدارة الشياطين الحمر مبلغ 40 مليون جنيه استرليني مقابل لاعب الجزائر. وأكدت الصحافة البريطانية أن مستقبل أيت نوري لن يكون في بولانتو بنسبة كبيرة جدا، حيث يطارده العديد من العمالقة الدور الإنجليزي الممتاز في صورة مانشستر سيتي تشيلسي أرسنال، ما سيشغل المنافسة دون شك على خدمات النجم المنتخب الوطني، الأمر الذي سيكون في صالح إدارة الذئاب والتي أبدت نيتها في التخلي عن اللعاب في حال تلقي عرض مغري وكبير. وانتقل أيت نوري إلى الإنجليز في أكتوبر 2020 عندما انضم إلى بولهامبتون على سبيل الإعارة الأولية من نادي أنجي الفرنسي، بعد أن أثار غضب اللاعب الخض إعجاب مسؤولين بولهامبتون، حيث دفع نادي يعني 10 ملايين جنيه استرليني لجعل انتقاله دائما. وبشكل عام سجل أيت نوري 7 أهداف وقدم يعني 8 تمريرات حاسمة في 116 مباراة مع بولهامبتون، من بينها 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين في 28 مباراة هذا الموسم، ليثبت بذلك اللاعب البالغ من العمر 22 عام نفسه كلاعب موثوق به في الدوري الإنجليزي الممتاز، والنظر لعمره لديه قدرة على التطور ليصبح نجم من الدرجة الأولى. يعني لاعب كبير هذا، بصح يجي يقول لك بلي ريال مدريد من يعني قال لك بحسب الصحفيين 11 مونديال، هنا يروح يجيب لك 11 مونديال تاع فرنسا اللي تخدم حسب كذلك تبيع للأوهام للهيصر. فإن الظهير الأيسر الجزائري رايان أيت نوري على رادار نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الاستفادة من خدماته، وأكدت الصحيفة أن العملاق الإسباني ريال مدريد يريد تعزيز الجهة اليسرى من الدفاع بالتعاقد مع النجم الخض يعني، ويتواجد المدافع نادي الإنجليزي رايان أيت نوري محل اهتمام العديد من أندية الأوروبية الكبيرة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب خلال الموسم الحالي. يا بصح ما كانش ريال مدريد ماشي باغيه يروح الريال، ريال مدريد عنده واحد اللاعب يلعب في تاع بوروسيا وقيلا بوروسيا دورتموند واللاعب تاع بايرن ميونخ، قيلا هذه وقيلا هذه وقيلا كيما هكا على حساب مازال ما اكدتهاش مليح، هذه باش يكون على بالكم حقيقة هذه خويا، يا ناس كاين غلط. يقدم وين راح ميزة كبيرة، وين حسب منصة سوبر سكور إحصائيات فإن أيت نوري أنهى موسمه في البريمير ليغ كأكثر مدافع ناجح في مراوغات بواقع 62 مراوغة، ونسبة النجاح بلغت 61%. هذه يا أخويا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا.